ده نفس المكان اللي كنت بصور فيه وقت العاصفة. دي أشجار زيتون زي ما حضرتك شايفين، جو مختلف تماما. امبارح كنت بصور وقت العاصفة الرملية وما كنتش عارف أصلا أفتح بقي أتكلم، أنا قلت أصور وبعد كده إيه لما العاصفة راحت أصور تاني تشوف الفرق ما بينهم. يعني نفس المكان اهوت، لو رجعتوا بالفيديو لورا شوية هتلاقوا نفس الأشجار ديت، جو تاني خالص والعصافير ما شاء الله بتصوصو اهيت. احنا دلوقتي تاني يوم، تاني يوم من العاصفة.